الكوره من غير اونفي ما نجموش نخدم، ما نجموش نعملوا حتى شيء، ميم الكتاب تاعنا في كاليتي. دونك لونفي ما كانتش حاضره حتى في الدنيا في الحياه لازمك لونفي. دونك الاسبوع الفارق لونفي كانت غايبه خاصه في الشوط الثاني، وهذا ما يبرروا حتى معناها سبب. دونك او بيان الناس كلهم يكونوا موتيفي، تكون عندهم اونفي كبيره باش نلتقي بالفريق هذايا وباش ندافعوا على الفريق هذايا، ولا سلسلة ريان شنو ناخذوا الميدان جبنا من الاصل. تدخل فيها الخيارات البشريه، تدخل فيها لونفي، سيكون لونفي قلت لك لونفي هي اللي كانت تنقص النادي الافريقي في جرجيس، ولا حتى في المقابلات اللي شاهدتها قبل. حاجه اخرى قلتها من اول كونفيرونس انا قبل حتى الماتش اللي فات، قلت لي راه النادي الافريقي نحن كمجموعه اوكي، مجموعه على ورق مجموعه طيب، وتكنيكمون راني تريبالا، وقت اللي تطلع عندنا الكره وقت اللي ما عندناش الكره لازمنا نمشيو لبالي واحده اخرى، نمشيو لاجريسيفيتي. لاجريسيفيتي مش معناها باش نضرب الناس، ولكن لاجريسيف من غير على الكره لازم ندخل في لي دويال، لازم نربح لي دويال. الكره اليوم في العالم الكل سي دي دويال، سواء اوفونسيف ولا ديفونسيف، اذا كان ما تربح لي دويال دونك ما تنجمش تربح مقابل. الماتش اللي فات كنا حتى ستاتيستيك، عندنا ستاتيستيك سو تو لي بلان، دويال اوفونسيف ولا ديفونسيف، جينا بالستاتيستيك نهار ثلاثة، دونك اونيتي معناها كي تشوف ستاتيستيك من غير ما تدخل المقابلة تعرف ان الفريق نورمالمون خاسر المقابلة، وهذا اللي باش نعمل عليه. دونك لازمنا لاجريسيفيتي، لازمنا لافونتاج، لازمنا نسوسو في الدويال. كي تبدا عندنا الكرة ما عندناش مشكل، نعرف نلعبو بوتيتر لي تيران ساعات تقلقو شوية، ولكن كتبت عنا الكرة ولو وين التيران تاع الأسبوع الفارغ باش نقدر التيران تاع الأسبوع الفارغ ما كانش حالة خايبة، كان يلعبوا الكرة. إن شاء الله الأسبوع هذايا شفت الناس الكل، شفت الجدية في وجوه اللاعبين الكل، شفت الناس معناها اللاعبين معناها عازمين على الخروج خاصة من الوضعية هذه الصعيبة، لأنه دو دي فات في النادي الإفريقي سيرا في تسير، دو دي فات دو سويت معناها راكمون في تسير. دونك صارت اليوم صارت في ديبي سيزون خير ما تسير في مرحلة المتقدمة، اليوم نمشيو مقابلة بالمقابلة. بالنسبة تغييرات اكيد انه باش تكون تغييرات، لانه اذا كان فريق في المقابلات دو سويت ينزل معناها هي كيك شوز في كلوش، ثم خلل في اماكن باش تصير تغييرات ممكن في الاشخاص سيدو كثر ما كان ان شاء الله باش يكون في مونتي مستمعين كيف فلوساتي نورمالمون بالنسبه كبيره باش يكون موجود على الفندق، مي كاري باش نلقاو في مكانه بعد الاخسار اللي تعرضوا، وممكن ثم تغييرات اخرى في وسط الميدان بنسبه 70-80% باش يكون موجود في التغييرات في وسط الميدان. بالنسبه للاسعد الناس الكل نستناو فيه، نعرفوا القيمه الفنيه تاع اللاعب هذا ماهيش اليوم ماهيش لا انسان يلعب في لو نيفو، ولكن زاد الانسان كي يقعد تقريبا عنده لاعب عنده تقريبا اكثر من موسم كامل عام كامل ما لعبش مقابلات رسميه، طبيعي جدا لازم يكون تدريجيا، لانه المجازفه هنا تولي تكون تقريبا عمليه معناها مجازفه كبيره حتى على صحته هو، دونك يكون تدريجيا. ديجا المقابلات هذوما اللي نعملوا فيهم نحن اول اسبوع مقابلات وديه اللي هو ولبعض اللاعبين الاخرين كل سوا اللي ناقصين بونجور كيف هو، ولا كل سوا المغربيين باش يجهزوا ان شاء الله يكون معناها دخول تدريجي في المقابلات الرسميه تاع النادي الافريقي. اللي يعمل حاجه يتحمل مسؤوليتها هذه ما فيش حتى كلام. دونك عندنا امبارح يعرفوا الناس الكل، دونك وان شاء الله باذن الله ما عادش تعاود، ولكن انا ديما نقول كارتون جون وكارتون روج هذوما في الكوره اذا كانت تحب تمشي تهز الناس بالين تاع لي ديوير تاع واحد سيما الماضي في راجل كارت جون، ولكن الحاجات اكسترا تيران هذوما مش مقبولين من اي لاعب يكون في مهما كان اسمه في النادي الفريق. انا تو عاقلنا ساعة ماتش مارك فان ثلاثة كنت ماركيتو وانا نعرف في الكولوار مش حكاية وينو عماد ولا حاجة، الكل معناها بلاس مشكلنا ولا ما عادش في الاتاك بركا معناها جيست في الوسط سيفي كما حكينا مع الكوتش باقي واسكينا في برشا مرات معناها سيفي نفك الكرة على بكر الادفيرسير ولا الادفيرسير في الوسط مش هما كي تاخذ كرة تاخذ نظيفة معناها ما نبقاوش نتعبوا برشا معناها باش نعملوا ريكوبيراسيون تاع الكرة، كان لازم يحسن روحه قبل ما يحسبوا العبيات. ممكن حكيتي في كاس الدي بعدها فرص وكل شيء، ممكن انا بريكشي مقصر بريكشي ناقص خدمة بريكشي حاجات كما قلت لازم يحسب روحي قبل ما الناس يحسبوني. النادي يحتاجني في أي وقت كان وأنا ما عندي حتى وقت الحكاية هذايا، وإن شاء الله حتى كان مش نعمل قدرة ربي إن شاء الله نعطي بيها خير.